ملعوبة أمامية عند حمزة الدردور. حمزة معاها دي بالبوكس، حمزة معاها دي بالبوكس. يفضل الخروج الكرة للوراء، هناك حاول التصويب. يا الله، أول الأهداف، أول الأهداف الرمثوية. التصويب من بعيد لغزلان الشمال، وصلت هنالك مع في أقصى الجانب الأيسر حمزة الدردور. الدردور الدردور يحاول العبور والمرور، يحاول العبور والمرور. الله، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. طولة الكأس دردورو، يا ولد يا ولد يا ولد. الجهة اليسرى عبد الرحمن يلعب، يرسل كرة باتجاه حمزة الدردور، استلم حمزة يحاول عبر، هي للهادي وكرة هدف من الأسمراني الهادي. الحقيقية هو للكرة القادمة للهادي، خطيرة للهادي، هي كرة أنهى الدرس السنغالي المجنون، أنهى الدرس. حمزة تمريرة إلى الهادي سالم، ما في تسلل، فرصة لفريق الرمثة، فرصة خطيرة والهدف الأول. جول الهادي سالم. الجزر في اللقطة الماضية، الآن الهادي سالم تمريرة باتجاه اللاعب حمزة الدردور. حمزة يتقدم، يعكس حمزة الدردور، فرصة الآن والهدف الثاني. الهدف الثاني بصناعة أيضا من نفس اللاعب حسان الزهراوي. الجزاء في مواجهة وليد عصام. حمزة يتقدم والهدف الثالث، الهدف الثالث. إبراهيم الخب، إبراهيم إلى أبو الجزر، والقطع بصورة خاطئة ومتابعة